مساء الفل، أهلا وسهلا بالحبايب والأصدقاء. اليوم يا حبايبي ولو تأخرت شوي لأنه في كتير عنا حلقات إن شاء الله جميلة، نعتذر إذا يعني بدينا واحد عن الآخر، لكن بالأخير إن شاء الله كلهم حتشوفون وتسمعوا فيهم. اليوم عم تسمعوا الأنامل الساحرة اللي لقب بأحمد حفناوي سوريا، الفنان الأستاذ أستاذ الكمان عماد جدعان. عماد جدعان حبيب قلبي طبعا، أخ وصديق غالي. أنا تعرفت عليه يعني بال94 وما فوق، طبعا تعرفت عليه مع النجم العربي الكبير الأستاذ نور مهنا، وعملنا حفلات على مساحة نصف الكرة الأرضية. طبعا كان في أعداد كبيرة من الكمانجات، لكن الكمانجات مثل الأصوات، يعني اليوم لما بيقولوا واحد صوته وهابي، يعني قريب عبد الوهاب، فريدي أو أطرشي قريب على فريد، صوته جبلي وديعي، كذلك الكمانجات. يعني منشوف نحن هذا العزف التقليدي لآلة الكمان اللي كان كل الكبار يعشقوها، قبل كان سامي الشوى، حتى إن رست على قوس وأنامل العظيم أحمد الحفناوي، وعد بقى سعد محمد حسن، وعد بسوريا، وعد بلبنان، يعني أي بلد فيه عازف. لكن هدول أخذوا شهرة أوسع أكثر لأنه اشتغلوا أكثر ووصلت أعمالهم أكثر، وممكن كتير يعني بيضاهوا بعضهم، كل واحد له يعني ميزة. اليوم الأستاذ عماد عم نشوف الميزة، الهنك اللي عم يعزفوا على الكمان، الثقل الرقي اللي هذا كان موجود عند الأستاذ أحمد الحفناوي العظيم. منشوف آلة الكمان اللي فيها تكنولوجيا غريبة، منشوفها عند القرشة رحمه الله. يعني تورجيكم انه كل واحد في عنده روح. استاذ انور حريري روح، استاذ منذر شيخ الكار بن حلب روح. طبعا انا عم اذكر دايما منذر او الاستاذ جدعان لانه هدول نحن عشنا معهم. يعني منذر عشقنا الموسيقى والبروفات الموسيقية الثقيلة مع الأستاذ منذر. أستاذ عماد عشقته فهو أخي وأنا أكبر منه سناً، عشقت أخلاقه، التزامه بالمواعيد، عنده نفس طويل صبور، ما بيمل ما بيكل على هذه الآلة. فأنا ما بقدر أنسى هذا الشاب. فالأستاذ عماد أنا بعشق أنامله وقوسه وبعشق أخلاقه. عماد فنان حقيقي، مهذب، مؤدب، جميل، رائع، هادئ، يعني كل صفات الفنان الجميلة موجودة عند هالزلمة، الله يوفقه يا رب. الفنان عمله هو اللي بيحكي عنه شو ما كان يكون، حتى بعد رحيله وأعماله بتذكرنا فيه، مثل ما هلا نحن عم نحكي عن هدول العظماء اللي هن زينوا العالم العربي. يعني العالم العربي أجمل بطاقة لأقوله كانت الفن. أنا في بطاقتين بالعالم العربي برفع راسي فيهم، طبعا أول شيء المقرئون العظماء اللي مروا اللي قروا القرآن العظيم واللي عملوا لنا موشحات دينية دخلت التاريخ من الصنعة من الجمال، بعدين ذكر الله في أعظم منه. يجي بعده نحن كفنانين منحب الموسيقى الراقية. إذن يا حبايب، الأستاذ عماد أجمل ما فيه على المسرح الابتسامة، الوجه اللي بيبتسم كل الدنيا بتحبه، كل الدنيا بتحبه، واحد عم يبتسم لك يا سلام. قوس نظيف، أنامل جميلة، إن الابتسامة، إن القوس، الأنامل، الأناقة. بس أنا اللي بيربطني بهاي الناس إنه أول شيء العزف الجميل منحرف
بقي يعزف، بقي بدماغه النغم الحقيقي. بعدين الأستاذ جدعان أبضاي في النغمات الموسيقية، أبضاي في التصوير، في الانتقال، يعني فنان كامل والكمال إلى الله، فنان كامل وجميل. وأكبر دليل على كلامي، لأنه أنا كشفت شغلي بالأستاذ نور مهنا، هلأ أنا في فنانين كبار هزوا الدنيا، لكن في فنان كنت بميزه على كل الفنانين بانتقائه للفرق الموسيقية، هو عبد الحليم حافظ. عبد الحليم كان همه مين أحسن عازف أورب جيبه، جيتار جيبه، كان بنفس هالعشق هذا هو نور مهنا، وهذا كان أسباب النجاح، أنه أنا شاب حلو صوت حلو لازم يكون معي فرقة. كان ما بيهمه قد ما بيهمه الفرقة، خود يعجبه عازف خود اللي بدك يا، بس أنت بدك تنفذ لي هاللحن. هذا سر نجاح، مش بالأمر السهل. لما مطرب بيحب فرقة معناتها أنا ما يحترم صوته 100%، مو المعنى يعني الآخرين، لا، بيقول لك أنا مثلا فنان كبير مثل محمد خيري أبو هيثم الله يرحمه، يقول لك خلاص كمانجتين بيكفي، صباح فخري بده 6 كمانجات، من كمانجة اثنين عظماء، انه هاي بيك يصير في شيء عالمي، أم كلثوم 20 كمانجة، 15 كمانجة، شوفها بقى غدا ألقاك، ما في غير الكمانجات، بيعطيك الزخم هذا كأنك أنت ما تسمع عمل سيمفوني ضخم لبيتهوفن أو أمثاله. فهدول الفنانين قد ما نحكي عنهم إن كان مطربين أو عازفين، نحن عم نحكي الحقيقة، هي الحقيقة يجب الإنسان أنه دائما يحكي فيها، حكي الحقيقة بيجي يوم من الأيام ناس بتحكي عنك الحقيقة، يعطوك حقك مثل ما عم تحكي حقك للناس. الأخ عماد، الأستاذ عماد، حقيقة فنان جميل ورائع، وكان معه أكثر، يعني هو على الكمانجة كان جنبه كمان 6 كمانجات و7 كمانجات، وكلهم حلوين الله يشهد، لأنه قلت لكم النور ما بيقبل مين مكان. لكن أنا حقيقة يعني أنا بحب النغم الشرقي، بحب يعني أنا شرقي وبغار كتير. عماد هو شرقي رغم أنه بيفوت وين مكان، يعني سمع الموسيقى الغربية ويعني درس الموسيقى وفات لهون، لأنه الكمان في الواقع هو آلة عالمية، وهو في الواقع آلة غربية قبل أن يكون شرقي. لكن أنا بحب الكمان لما واحد معلم وعم يعطيني شرقي، مثل حفناوي، مثل سعد محمد حسن، مثل الأستاذ جدعان. هلا بيقول لي يا أستاذ ما تشبهني لهدول، إيه صرت مثلنا الحمد لله، والله يحميكم جميعا. إذن الفنان الأصيل أصيل، والفنان الأصيل أعطاه الله هذه الموهبة، وهو احترم عطاء الله ودرس وتعب، لأنه في شيء بده يعطيك يا الله، وفي شيء أنت بدك تتعب عليه حتى يلتقوا مع بعضه. إذن عماد جدعان عازف كمان كبير، وإنسان بأخلاقه كبير، وهذه حلب تنتج دائما، تعطينا هالعظماء هدول، ما بيموت الفن بإذن الله طالما حلب موجودة. وشكرا لكم حبايب، وتحية حب مني ومن المخرج عمار لهذا الفنان الكبير عماد، واشتقنا لك يا حبيبي. شكرا شكرا.